خلينا نروح الاول للنادي الاهلي. الجزيره طمن جماهير النادي الاهلي قبل مواجهه بكره طبعا مع الاتحاد السكندري على اللمسات الاخيره لتدريب النادي الاهلي النهارده، ومن الوارد جدا هعرف طبعا التفاصيل من زميلي محمد توفيق انه نشوف عوده كتير من النجوم اللي كانوا بعيده عن المشاركه في ماتشات الاهلي الاخيره. خلينا نروح لمحمد توفيق في الاهلي في الجزيره نتعرف منه على التمرينه الاخيره والساعات الاخيره قبل مواجهه الاتحاد السكندري بكره ان شاء الله، مباراه مؤجله من الاسبوع الرابع تقريبا على ما اتذكر، الرابع اعتقد. خلينا نروح لمحمد. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بيك يا محمد، طمنا كده على الاستعدادات، وخصوصا ان انا عارف النهارده انه جزء كبير من او اسماء كتيره من اللي ما كانتش بتشارك مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره او كانت بتخضع لبرنامج تاهيل شاركت النهارده في التدريب بشكل كامل. بتكلم على اسماء زي متولي، زي حمدي فتحي، تطمنا على شكله على حالة الفرقة إن شاء الله في مباراة قبل مواجهة بكرة إن شاء الله. بالفعل زميلي العزيز احمد، يعني بطمنك بطمن كل جماهير النادي الاهلي في هذه الاثناء. خلاص فريق النادي الاهلي بيختتم استعداده ان شاء الله لمواجهه الاتحاد غدا باذن الله في المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع، مقرر ان شاء الله 7 مساء على استاد الاهلي في السلام باذن الله. يعني كل الاجواء هنا بتقول ان احنا هنشوف مباراه كبيره ان شاء الله من لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله كلهم يبقى التوفيق معاهم بكره. بحب اطمنك يمكن اجواء اكثر من رائعه سواء على الناحيه الفنيه او كمان البدنيه او الناحيه المعنويه ما بين اللاعبين وما بين زي ما بنقول الحاله العامه للفريق هنا في استاد مختار التتش بالجزيره. زي ما انت قلت عوده عدد كبير جدا من اللاعبين اللي كنا نفتقدهم خلال الفتره اللي فاتت، محمود متولي، ايمن اشرف، حمدي فتحي، يمكن الغياب الوحيد من القوام الاساسي عن الفريق هو طاهر محمد طاهر، وان شاء الله يكون متواجد مع بقيه زملائه ويكون عوني ليهم في خلال الفتره القادمه قريبا باذن الله. الفريق يمكن اختتم زي ما بقول لك حالا دلوقتي في بتجرى التقسيمه وهي اخر فقرات المران الاخير. سبق طبعا المران كان محاضره مهمه جدا للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اتكلم مع اللاعبين عن اهميه هذه المرحله. وزي ما انت قلت يا احمد يمكن سمعت في حلقه الامس بتتكلم سلسله اللا هزيمه ان شاء الله تكون مستمره مش بس اول 5 مباريات ولكن ان شاء الله تستمر حتى الاسبوع الرابع وال30 باذن الله رب العالمين. مباراه قويه طبعا امام نادي الاتحاد السكندري، واحد من الانديه يعني القريبه زي ما انت قلت برضو في الامس من قلوب جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي يقدم مباراه كبيره وان شاء الله نكمل سلسلتنا زي ما شفنا المباراه الاخيره امام المحله اداء اكثر من رائع. عوده اللاعبين طبعا يعني بتضفي كثير جدا من الطمانينه على الجهاز الفني ان يكون معاك في ظل فتره المباريات وتلاحمها ان يكون معاك قوام كبير جدا ان شاء الله يفيد الفريق خلال الفتره القادمه. لحظات والتمرين الاخير باذن الله ينتهي ومن بعدها الفريق ان شاء الله يدخل في معسكر استعداد لمباراه غدا باذن الله امام الاتحاد. زي ما قلت لك الحاله الفنيه، الحاله المعنويه، الحاله البدنيه اكثر من رائعه. بطمنك وطمن كل جماهير النادي الاهلي لا يتبقى فقط سوى دعائهم وتوفيق ربنا ان شاء الله ويبقى دائما باذن الله النادي الاهلي متصدرا. 24 ساعه تقريبا يا محمد بتفصلنا عن المواجهه بكره ان شاء الله تكون مباراه كبيره نستمتع بيها، والاهم انه الاهلي طمنا في مواجهه المحله الاخيره على استعاده جزء كبير جدا من مستواه ان شاء الله يكون مباراه الحفاظ على العلامه الكامله. بشكرك محمد توفيق زميل عزيز من داخل نادي الاهلي.